فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأحيانا يأتي لي بعض الجماعة بمفقودات قد وجدوها داخل المسجد كالجوال أو غير ذلك، فأرفض استلامها خوفا من لزوم تعريفها علي، فهل فعلي هذا صحيح؟ إيه نعم، لك هذا صحيح، لأنها عهدة، لأنها عهدة، والعهدة ما بالاختيار، كون الإنسان يفعلها مختارا لا بأس، أما كونه يقال أنت إمام المسجد ويلزمك هذا ما يلزمك هذا. نعم.